لو لقيت في المركب بتاعي سي دبل بوند سي اللي هو الالكين، ازاي اعرف الايزومر بتاعته وازاي اقدر ارسمها وازاي اعرف اسميها، وامتى الالكين ده يكون ليه ايزومر وامتى ما يكونش ليه اصلا ايزومر، وايه القواعد اللي لازم امشي عليها عشان اقدر اعرف الايزومر بتاع الالكين ده، وازاي لو اداني استراكشر للايزومر اقدر احوله الاسم، ولو اداني الاسم اقدر احوله الاستراكشر. كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في قناه نعيش العلم مع فيديو جديد من سلسله فيديوهات الاستيريو كيمستري، السلسله اللي بنشرح فيها الكيمياء الفراغيه للمركبات العضويه. وان شاء الله كل يوم خميس هننزل فيديو جديد في السلسله بيتكلم على نوع من انواع الايزومرز اللي موجوده في الكيمياء الفراغيه. ما تنساش تتابعنا على القناه وتبص في قائمه التشغيل الثانيه، هتلاقي حاجات كتير جدا تفيدك سواء في مذاكرتك او في فهمك للكيمياء عامه. تعالوا في فيديو النهارده نتكلم عن الايزومرز بتاعه الالكين. الالكين زي ما احنا عارفين اللي هي السي دبل بوند سي بيكون فيها حاجه من انواع الايزومر اسمها الجيومتريكال ايزومريزم. طب هل كل الالكينز فيها الجيومتريكال ايزومريزم ده؟ لا طبعا، في بعض الالكينز ما فيهاش، ودي اللي بنسميها نون ايزومر الكين. طب دي اعرفها ازاي؟ عشان تعرفها لازم ترسم الدبل بوند الاول بالطريقه دي. يعني مثلا لو اداك اي مركب فيه سي دبل بوند سي اللي هي بتاعه الالكين، تقوم على طول محول المركب للمنظر ده كده، وتبدا تبص على المركب بتاعنا. هتبص عليه ازاي؟ هتشوف لو لقيت كل طرف من الطرفين في مجموعتين شبه بعض، ده كده اللي بنسميه نون ايزومر الكين. يعني الالكين ده ملوش جيومتريكال ايزومر. يعني مثلا لو جيت تبص على مركب الايثيلين اللي هو سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2، لو جيت تفرد المركب بالمنظر ده كده هتلاقي السي دبل بوند سي كل طرف من الاثنين كربون معاه ذرتين هيدروجين، الذرتين زي بعض، يبقى اذا ده كده بنسميه نون ايزومر الكين. وحتى لو لقيت طرف واحد من الطرفين بس هو اللي معاه ذرتين شبه بعض، برضه بنسميه نون ايزومر الكين، حتى لو كان الطرف الثاني معاه مجموعتين مختلفين. زي مثلا الالكين اللي بعده اللي هو البروبين اللي هو عباره عن 3 كربون سي اتش 3 سي اتش دبل بوند سي اتش 2. لما نيجي نرسمه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، هترسم السي دبل بوند سي، هتلاقي في طرف معاه سي اتش 3 وهيدروجين، والطرف الثاني معاه اتش واتش. على الرغم ان انا عندي طرف مختلف اللي هو فيه سي اتش 3 والهيدروجين، الا ان في طرف واحد على الاقل زي ما احنا قلنا في مجموعتين متماثلتين، وبالتالي يبقى ده برضه بنسميه نون ايزومر الكين. نفس الكلام لو جيت ابص على مركب البيوتين، البيوتين طبعا ما فيش حاجه اسمها بيوتين لوحده كده. ليه؟ لان لازم احدد موضع الدبل بوند. فانا عندي مركبين، في واحد بيوتين اللي هو الدبل بوند بتاعته على الطرف، وفي الاثنين بيوتين اللي هو الدبل بوند بتاعته في نص المركب. لو جينا نبص على الواحد بيوتين، هاجي ارسمه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها بالمنظر ده كده، هتلاقي في عندك السي دبل بوند سي في ناحيه معاها ذرتين هيدروجين، والناحية التانية معاها ال H ومعاها CH2 CH3 اللي هي مجموعة الإيثايل، وده برضو بنسميه نون ايزومر الكين لأن في طرف واحد من الطرفين معاه مجموعتين متماثلتين. أما لو جيت أبص على النوع التاني اللي هو الاتنين بيوتين، لما أجي أرسمه بالطريقة اللي إحنا قلنا عليها بالمنظر ده كده، هتيجي ترسم السي دبل بوند سي، هتلاقي كل طرف من الطرفين معاه ذرتين مختلفتين عن بعض. يعني لما تيجي تبص كده هتلاقي الطرف الأولاني معاه ذرة هيدروجين ومجموعة CH3، والطرف الثاني برضه معاه ذره هيدروجين ومجموعه سي اتش 3. وده كده اول نوع من انواع الالكينز اللي ليه جيومتريكال ايزومريزم، وده بنسميه سيمتريكال الكين. امتى بقول عليه سيمتريكال؟ لما يكون كل طرف من الطرفين معاه مجموعتين مختلفتين عشان الاول يبقى ايزومر، وتاني حاجه لما يكون المجموعتين المختلفتين اللي هنا شبه المجموعتين اللي هنا، زي مركب الاثنين بيوتين كده بالظبط، معاه الناحيتين كل ناحيه فيها مجموعتين مختلفتين عن بعض، والمجموعتين اللي موجودين الناحيه دي اللي هو الاتش والسي اتش 3 هم نفس المجموعتين اللي موجودين الناحيه الثانيه، وبالتالي ده بنسميه سيمتريكال الكين. وده كده اول نوع من انواع الالكينز اللي فيها جيومتريكال ايزومريزم. وقبل ما نتكلم عنه بالتفصيل، تعال نعرف النوع الثاني من انواع الالكين اللي برضه فيها جيومتريكال ايزومريزم، وده اللي بنسميه اسيمتريكال الكين. واضح من اسمه اسيمتريكال، يعني الالكين بتاعي غير متماثل. يعني مثلا لو جيت اخد مركب زي الاثنين بنتين واجي ارسمه زي ما اتفقنا بالطريقه دي كده، هتلاحظ ان انت في عندك السي دبل بوند سي معاها من طرف مجموعه اتش ومجموعه سي اتش 3، ومعاها من الطرف الثاني برضه مجموعه اتش ومجموعه ايسايل اللي هي سي اتش 2 سي اتش 3. اول حاجه عشان اتاكد ان هو ليه جيومتريكال ايزومريزم، لازم زي ما قلنا الطرفين كل طرف لوحده يبقى معاه مجموعتين مختلفتين، فطبعا الشرط ده متحقق، يبقى اذا ده الكين ليه جيومتريكال ايزومريزم. طيب اجي ابص بقى تاني شرط، هل هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ ابص على المجموعتين اللي موجودين هنا، هل هم شبه اللي موجودين هنا ولا مختلفين؟ فهتلاحظ ان في طرف منهم معاه اتش وسي اتش 3، والطرف الثاني معاه مجموعتين مختلفتين ومختلفين عن اول واحده اتش وايسايل اللي هو سي اتش 2 سي اتش 3، وبالتالي ده كده بنسميه اسيمتريكال الكين، ان هو الكين غير متماثل. طبعا السيمتريكال الكين اللي احنا قلنا عليه في المثال اللي فات بتاع الاثنين بيوتين بيتسمى بطريقه مختلفه عن الاسيمتريكال الكين اللي احنا قلنا عليه دلوقتي في الاثنين بنتين. ده ليه طريقه تسميه للايزومر بتاعته، وده ليه طريقه تسميه للايزومر مختلف عنه.
طب تعالوا نبدا الاول بالسيمتريكال الكين ونشوف ازاي نقدر نسمي الجيومتريكال ايزومر بتوعه. طيب بعد ما رسمناه بالطريقه دي اللي احنا قلنا عليها من شويه، هاجي ابص على المركب بتاعي كده. انا عندي طريقتين لتسميه الجيومتريكال ايزومر، او ليه اتنين ايزومر بمعنى اصح. في ايزومر منه بنسميه السيس، والايزومر التاني بنسميه الترانس. السيس بيترسم ازاي؟ لما يكون المجموعتين متشابهتين في الطرف ده والطرف ده في نفس الاتجاه، بقول على المركب ده سيس. يعني مثلا في المثال بتاعنا، لو خليت ذره الهيدروجين قصاد ذره الهيدروجين الناحيه الثانيه، وذره الميثايل قصاد ذره الميثايل الناحيه الثانيه، فده كده يبقى كل ذرتين متشابهتين في نفس الاتجاه، يبقى اذا ده هقول عليه سيس جيومتريكال ايزومر. وطبعا الترانس هيبقى العكس، ان انا اخلي كل مجموعه شبه الثانيه في كل طرف عكس بعض في الاتجاه. يعني مثلا هاجي على الطرف ده هخلي الاتش فوق والسي اتش 3 تحت، والطرف الثاني هخلي السي اتش 3 هي اللي فوق والاتش هي اللي تحت. فلما تيجي تبص على المركب هتلاقي ان ذرتين الاتش عكس بعض في الاتجاه، وبرضه ذرتين الميثايل عكس بعض في الاتجاه، فده كده بنسميه الترانس جيومتريكال ايزومر للمركب بتاعي. وبكده اكون سميت الاثنين جيومتريكال ايزومر بتوع الاثنين بيوتين. طب تعالوا ناخد مثال تاني برضه للجزئيه بتاعت السيمتريكال ايزومرزم دي عشان نفهمها اكتر. لو جيت اخد المركب ده اللي هو عباره عن 2 و3 داي ميثايل 2 بيوتين، هتيجي ترسم السي دبل بوند سي زي ما احنا اتفقنا بالطريقه دي. هرسم السي دبل بوند سي، وبعد كده هطلع من كل طرف الرابطتين بتوعه. هتلاحظ ان كل طرف معاه مجموعتين سي اتش 3. لو جيت ابص على المركب ده كده، هل هو ليه ايزومر ولا ملهوش؟ همسك كل طرف هلاقي معاه مجموعتين متشابهتين اللي هم مجموعتين السي اتش 3، يبقى ده كده اللي نقول عليه اسمه نون ايزومر الكين. يبقى اذا المركب ده ملوش جيومتريكال ايزومرزم. طيب تعالوا ناخد مثال تاني عشان نفهم الجزء بتاع السيمتريكال. لو انا بدل ما احط ذرتين ميثايل خليتهم ذرتين كلور، يعني المركب بتاعي بالمنظر ده كده هيبقى عباره عن 2 و3 داي كلورو 2 بيوتين. هاجي ارسم المركب بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها، احط السي دبل بوند سي في النص وافرد الروابط بتاعتها بالمنظر ده كده. هلاقي طرف معايا مجموعه كلور ومجموعه الميثايل، والطرف الثاني معاه ذره كلور ومجموعه ميثايل برضو. الاول هشوف هل المركب ده ليه ايزومر ولا ملهوش. طبعا كل طرف معاه مجموعتين مختلفتين، يبقى اذا هو ليه ايزومر، والطرفين شبه بعض، يبقى ده كده سيمتريكال ايزومرزم، يبقى هسميه بالسيس والترانس. طيب عشان اعمل السيس بتاعه هعمله ازاي؟ هتيجي على الطرف الاولاني هخلي مثلا مجموعه الكلور فوق ومجموعه الميثايل تحت، يبقى هروح على الطرف الثاني برضه هخلي مجموعه الكلور والميثايل تحت. فلما اجي ابص على المركب هتلاقي مجموعتين الكلور في نفس الاتجاه ومجموعتين الميثايل في نفس الاتجاه، يبقى ده كده اذا سيس جيومتريكال ايزومرزم. وبنسميه زي ما بنسمي المركب عادي، بقول عليه ان هو عباره عن سيس 2 و3 داي كلورو 2 بيوتين. عايز ارسم الترانس بتاعه، كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا هعكس طرف واحد من الطرفين، هخلي مجموعه الكلور تبقى تحت ومجموعه الميثايل فوق، فيبقى المجموعتين عكس بعض في الاتجاه، وبرده مجموعتين الميثايل هيبقوا عكس بعض في الاتجاه، وده كده اللي بنسميه الترانس جيومتريكال ايزومرزم. وبرده هسميه بنفس الطريقه، هيبقى عباره عن ترانس 2 و3 داي كلورو 2 بيوتين. طيب كده فهمنا الجزء بتاع الجيومتريكال ايزومرزم بتاع السيمتريكال الكين. طب تعالى ناخد مثال على الاسيمتريكال الكين ونشوف ازاي بيتسمى، وناخد عليه كذا مثال. هنبدا طبعا باول مثال اللي احنا قلنا عليه في البدايه اللي هو عباره عن 2 بنتين. لما اجي ارسمه هرسمه بالطريقه دي كده زي ما اتفقنا، هرسم السي دبل بوند سي، هلاقي في طرف فيه ذره الهيدروجين ومجموعه الميثايل اللي هي السي اتش 3، والطرف الثاني هلاقي فيه ذره هيدروجين ومجموعه ايثايل اللي هي سي اتش 2 سي اتش 3. طيب ده عشان ارسم الايزومرز بتوعه بعملها ازاي؟ مش زي ما عملنا في السيمتريكال ان انا بخلي المجموعات المتشابهه في نفس الاتجاه، لا، المره دي بمسك كل طرف من الطرفين وبحدد له حاجه اسمها البريوريتي. البريوريتي دي اللي هي الاولويه، بشوف انهي مجموعه من الاثنين بيكون ليها اعلى موليكولار ويت او اتوميك ويت، هي دي اللي بيكون ليها البريوريتي الاولانيه. يعني مثلا لما اجي ابص على الطرف الاولاني هلاقي في عندي ذره هيدروجين ومجموعه سي اتش 3، مين ليه اعلى في البريوريتي؟ ببص على اول ذره خارجه من الكربون اللي عامله الدبل بوند، اول ذره بعدها من الناحيه دي معاها هيدروجين، واول ذره من الناحيه دي اللي هي الكربون. يعني مجموعه سي اتش 3 هفردها بالمنظر ده كده، هلاقي ان اول ذره بعد السي دبل بوند سي هي كربون. يبقى اذا هقارن البريوريتي بتاعت ذره الكربون اللي في مجموعه سي اتش 3 مع ذره الهيدروجين اللي تحتيها. فلما اجي اقارن الاثنين ببعض هلاقي ان البريوريتي الاعلى طبعا للكربون، يبقى اذا دي تاخد ترقيم رقم واحد، والاقل في البريوريتي اللي هي الاتش هديها ترقيم رقم 2. كده خلصت الطرف الاولاني، اروح على الطرف الثاني واعمل نفس الحكايه. هلاقي في عندي ذره هيدروجين ومجموعه الايصايل، اول حاجه لما اجي افردها هلاقيها عباره عن ذره كربون معها 2 اتش، ومتصله بذره كربون معها 3 اتش. يبقى اذا برضه هقارن البريوريتي ما بين الهيدروجين مع السي، يبقى اذا البريوريتي الاعلى للكربون، يبقى مجموعه الايصايل هديها رقم 1 والهيدروجين هديها رقم 2. طيب بعد كده بقى عايز اسمي المركب ده، ما بسموش بالسيس والترانس الايزومر بتوعه، بسميهم بالزد والاي، الزد ايزومر والاي ايزومر.
السيس زي ما قلنا عليه في السيمتريكال شبه الزد هنا، يعني ايه؟ يعني المجموعتين اللي هيكون ليهم اعلى بريوريتي هنا لو كانوا في اتجاه واحد هقول عليه زد، زي ما في السيمتريكال كده كنت بقول المجموعتين اللي شبه بعض في اتجاه واحد. نفس الحكايه هنا، المجموعتين اللي ليهم اعلى بريوريتي هخليهم في اتجاه واحد هقول عليهم زد، اللي هي واخده رقم واحد هنا وواحد هنا، اللي هي مجموعه السي اتش 3 ومجموعه الايسايل. لما اخليهم الاثنين في نفس الاتجاه يبقى اذا المركب بتاعي ده كده زد ايزومر، وبسميه زي ما سمينا المركب عادي وحط في الاول زد، يبقى هقول عليه زد 2 بنتين. طيب عايز ارسم المركب الثاني اللي هو الايزومر الثاني بتاعه اللي هو الاي، هعمل ايه؟ زي ما قلنا هعكس طرف واخلي الطرف الثاني زي ما هو، فيبقى عند الطرف الاولاني في الاتش والسي اتش 3 زي ما هما، ودي طبعا واحد ودي اتنين، وهعكس الطرف الثاني هخلي الاتش فوق والسي اتش 2 سي اتش 3 تحت، يبقى اذا السي اتش 2 سي اتش 3 بتاعتي هي اللي هتاخد رقم واحد والاتش هتبقى رقم اتنين. هاجي ابص على المركب هلاقي رقم واحد الناحيه دي عكس رقم واحد اللي موجوده الناحيه الثانيه، يبقى اذا المجموعتين الاعلى في البريوريتي عكس بعض في الاتجاه، يبقى المركب ده هقول عليه اي ايزوم، ولما اجي اسميه برضه هسميه بنفس الطريقه هقول عليه اي 2 بنتين. طيب تعالوا ناخد مثال تاني عشان نفهم الجزئيه بتاعت الاسيمتريكال ايزومر. لو مثلا خدت مركب بالمنظر ده كده اللي هو عباره عن 2 برومو 3 كلورو 2 بنتين، طبعا هو هيديلك المركب مرسوم بالمنظر ده كده، فزي ما اتفقنا هترسم الدبل بوند بالطريقه دي زي ما احنا اتعودنا، هرسم السي دبل بوند سي وهطلع من كل طرف الرابطتين بتوعه. هاجي على الطرف الاولاني هلاحظ ان انا في عندي ذره البروم ومعاها مجموعه سي اتش 3، والطرف الثاني هلاقي فيه ذره الكلور ومجموعه الايسايل اللي هي سي اتش 2 سي اتش 3. زي ما اتفقنا هل المركب ده كده هل هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال، وهل هو فيه ايزومر ولا ما فيهوش اصلا، فعندي كل طرف من الطرفين فيه مجموعتين مختلفين عن بعض، يبقى اذا ده كده ايزومر الاول، يبقى هقول ان ده الكين ليه جيومتريكال ايزومرزم. طب هل هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ في طرف عندي فيه مجموعه كلور وسي اتش 3 والطرف الثاني بروم وايسايل، يبقى اذا المجموعتين هنا مختلفين عن هنا، يبقى ده كده اسيمتريكال جيومتريكال ايزومر الكين، يبقى اذا هسميه بالزد والاي. هسميه ازاي بالزد والاي؟ زي ما اتفقنا من شويه همسك كل طرف على حده وابدا اشوف البريوريتي انهي ذره هي الاعلى في البريوريتي. تعال نبدا بالطرف الشمال عند ذره البروم والمجموعه اللي تحت اللي هي سي اتش 3، زي ما قلنا باخد اول ذره فيها اللي هي الكربون، يبقى اذا بقارن البروم بالكربون، فطبعا الاتوميك ويت اعلى للبروم، يبقى هو اللي هياخد رقم واحد والكربون هتاخد رقم اتنين اللي هي مجموعه الميثايل. هاجي ابص على الطرف الثاني عند ذره الكلور ومجموعه الايسايل، يبقى بقارن برضو الكربونه بتاعت الايسايل مع الكلور، طبعا الاتوميك ويت بتاع الكلور اعلى، يبقى هو اللي هياخد رقم واحد ومجموعه الايسايل هتاخد رقم اتنين. يبقى اذا عايز ارسم الزد ايزومر، يبقى هخلي مجموعه الكلور والبروم قصاد بعض، يبقى ده كده المجموعه اللي واخده رقم واحد هنا قصاد الرقم واحد هنا في نفس الاتجاه، يبقى اذا زد ايزومر. عايز ترسم الايزومر الثاني اللي هو الاي، يبقى هعكس طرف واخلي الطرف الثاني ثابت. خلي بالكم من الحته دي عشان بتلخبطوا فيها، لازم لما تيجي تعكس بتعكس طرف واحد وتسيب الطرف الثاني زي ما هو. فمثلا هعكس الطرف اللي هو بتاع البروم والميسايل، هعكسهم هخلي الميسايل هي اللي فوق والبروم هي اللي تحت، يبقى اذا لما اجي ابص على المركب هلاقي ان الكلور الناحيه دي واخده رقم واحد والبروم الناحيه دي واخده رقم واحد والاثنين عكس بعض في الاتجاه، يبقى اذا ده كده بنسميه الاي ايزومر. وطبعا زي ما اتفقنا بسمي مركب عادي، يبقى هقول المركب بتاعي عباره عن اي 2 برومو 3 كلورو 2 بنتين. طيب بكده نكون فهمنا الجزئيه بتاعت السيمتريكال والاسيمتريكال والنون ايزومر الكين. طب تعالى ناخد حته ادفانسد زياده في الجزء بتاع الاسيمتريكال. لو كان عندي المركب بتاعي في التفرعات بتاعته كلها مجموعات مكونه من الكربون مثلا كمثال، هنثبت الكربون عشان نفهم الفكره. يعني مثلا المركب بتاعي ده كده لما اجي ابص على السي دبل بوند سي هلاقي ان اول ذره خارجه من كل التفرعات بتاعتها هي عباره عن ذره كربون برضو بس باختلاف الفانكشن جروب. طبعا الاول هسال نفسي هل المركب ده هل هو ليه ايزومر ولا ملهوش؟ هلاقي ان كل طرف من الطرفين معاه مجموعتين مختلفين عن بعض. الطرف الاولاني في مجموعه السي اتش 2 سي اتش 3 اللي هي مجموعه الايسايل، وفي مجموعه السي اتش 3 اللي هي مجموعه الميسايل، والطرف الثاني في مجموعه السي اتش سي اتش 3 سي اتش 3 اللي بنسميها مجموعه الايزوبروبايل، ومجموعه السي اللي معاها 3 سي اتش 3 اللي هي مجموعه التيرشري بيوتايل، برضو المجموعتين مختلفتين عن بعض، يبقى اذا المركب ده هقول عليه ان هو ليه ايزومر جيومتريكال ايزومر. طب ثاني حاجه هل المركب ده هل هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ هاجي ابص على المجموعتين اللي في الطرف ده مختلفين عن المجموعتين اللي في الطرف ده، يبقى اذا هو اسيمتريكال يعني هيتسمى بالزد والاي. وزي ما قلنا عشان اعمل الايزومر بتاعته لازم اعرف البريوريتي بتاعت كل مجموعه. طيب ايه الاختلاف بقى في ده عن الامثله اللي فاتت؟ لما تيجي تبص على اول ذره في الطرف هنا او هنا هتلاقي ان اول ذره خارجه من المركب كربون، يعني الاثنين ليهم نفس الاتوميك ويت. طب في الحاله دي بعمل ايه؟ لما تلاقي ان اول ذره متماثله في الناحيتين ببدا ابص على الحاجات اللي هي مرتبطه بيها،
واحكم على الاتوميك ويت بتاع مجموع الحاجات دي، هل هو اكتر هنا ولا هنا، يبقى البريوريتي اعلى لمين فيهم. يعني تعالى مثلا نطبق على المثال ده، زي ما قلنا الطرف الاولاني عندي مجموعه سي اتش 3 ومجموعه الايسايل اللي هي سي اتش 2 سي اتش 3. هعمل ايه؟ هاجي على الكربونه اللي احنا اتفقنا عليها، هفرد مجموعه الميثايل هيبقى عباره عن سي متصله ب 3 اتش. احنا بنبص على اول كربونه اللي هي متصله بالدبل بوند على طول، فهفتح قوسين وهقول ان الكربونه دي متصله بثلاث ذرات هيدروجين، فهكتب اتش واتش واتش واقفل القوس تاني كده، اكني بقول له ان الكربون دي تاني حاجه هي متصله بيها ثلاث ذرات هيدروجين. طيب اما اجي ابص على مجموعه الايسايل بقى اللي تحتها، هلاقي ان انا في عندي ال CH2 CH3، هاجي ابص على الكربونه الاولانيه اللي متصله بالدبل بوند وافتح لها قوسين برضو، هي متصله بذرتين هيدروجين وبمجموعه CH3، يبقى اذا هقول انها متصله ب H و H و C اللي هي بتاعت ال CH3 الثانيه. ولما اجي اقارن البريورتي بتاع اللي تحت واللي فوق، هلاقي ان دي معاها 3 H ودي معاها 2 H و C، فطبعا ال C اعلى في الاتوميك ويت، يبقى اذا مجموعه الايسايل هيبقى ليها بريوريتي اعلى من مجموعه الميثايل، يبقى الايسايل هتاخد رقم 1 والميثايل تاخد رقم 2. زي ما عملنا هنا هنعمل في الطرف الثاني، هاجي ابص على المجموعتين، عندي مجموعه الايزوبروبايل فوق والترشري بيوتايل تحت. نبدا الاول بالايزوبروبايل، هي عباره عن سي اتش سي اتش 3 سي اتش 3، برضه هبص على الكربونه اللي متصله بالدبل بوند مباشره وافتح لها قوس، متصله بايه تاني؟ معاها ذره هيدروجين ومتصله بسي اتش 3 وسي اتش 3، يعني متصله بكربون وكربون، يبقى اذا هكتب في القوس H و C و C واقفل القوس. طيب نبص على اللي تحت اللي مجموعه التيرشري بيوتايل، كربون متصله ب 3 CH3، يبقى اذا الكربون اللي متصله بالدبل بوند مباشره افتح لها قوسين، متصله ب 3 CH3 يعني متصله ب C و C و C. وطبعا لما اجي اقارن البريورتي بتاعت الاثنين، هلاقي ان اللي فوق متصله ب H و 2 C واللي تحت متصله ب 3 C، يبقى هي اللي ليها اعلى بريورتي اللي تحت، يبقى هي اللي هتاخد رقم 1 واللي فوق رقم 2. عندي 1 و1 الاثنين قصاد بعض في الطرفين، يبقى اذا المجموعتين الاعلى في البريوريتي في نفس الاتجاه، وده اسيمتريكال يبقى هسميه بالزد. وبعد كده عايز ارسم الاي ايزوما، هعكس طرف واحد واسيب الطرف الثاني، فمثلا تعالوا المره دي نعكس الطرف اللي على اليمين ده، يبقى هعكس مجموعه الايزوبروبايل مع مجموعه التيرشري بيوتايل، هخلي دي اللي فوق ودي اللي تحت، يبقى اذا المركب بتاعي كده هلاقي ان البريوريتي الاعلى اللي هي مجموعه التيرشري بيوتايل عكس اتجاه البريوريتي الاعلى اللي في الطرف الثاني اللي هي مجموعه الايسايل، الاثنين عكس بعض، يبقى اذا ده كده الاي ايزومر. وهسمي المركب بالطريقه العاديه واحط قبليها سواء الزد او الاي. وطبعا بالطريقه دي كده لو جالك اي مركب فيه اي فانكشن جروس تقدر تعرف ان كان المركب ده زد ولا اي. يعني تعالوا مثلا ناخد مثال مور ادفانسد شويه، لو مثلا المركب ده كده، هتلاقي ان انت في عندك لما تيجي ترسم الدبل بوند بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها، هتلاقي السي دبل بوند سي في النص، هتلاقي في طرف فيها في مجموعه الالدهايد سي اتش او ومعاه مجموعه الكيتون اللي هي سي دبل بوند او سي اتش 3. الطرف الثاني فيه مجموعه الاسيد اللي هي سي دبل بوند او او اتش، ومعاها مجموعه الاستر اللي هي سي دبل بوند او او سي اتش 3. زي ما اتعودنا اول حاجه هسال نفسي هل المركب ده ليه ايزومر ولا ملهوش، همسك كل طرف هل معاه مجموعتين مختلفتين ولا لا. ايوه فعلا الطرف ده فيه مجموعه الالدهيد ومجموعه الكيتون، والطرف ده فيه مجموعة الأسيد والإستر، المجموعتين هنا مختلفين والمجموعتين هنا مختلفين، يبقى ده كده الكين ليه جيومتريكال ايزومر. طب تاني حاجة هل هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ هاجي أبص على المركب هلاقي المجموعتين هنا مختلفين عن المجموعتين هنا، يبقى إذا ده كده اسيمتريكال الكين، يبقى هيتسمى بالزد والإي، يبقى هرقم بريورتي. تعالوا نبدأ نشوف بقى موضوع البريورتي. أول حاجة هتمسك كل فانكشن جروب وتفردها كويس، هتيجي تبص على الـ CHO اللي هي مجموعة الألدهايد، لما اجي اكتبها هي عباره عن سي دبل بوند او اتش، هاجي ابص على مجموعه الكيتون هي عباره عن سي دبل بوند او سي اتش 3. تمام، زي ما احنا شايفين هتلاقي اول ذره متصله بالدبل بوند هي كربون فوق وتحت، يبقى اذا المجموعتين متشابهتين، يبقى زي ما عملنا في المثال اللي فات هبص على الحاجات اللي هي متصله دي. فتعال نبدا بمجموعه الالكين، هعمل سهم من عندها كده وابدا اشوف الكربون دي متصله بيه، افتح قوسين هي متصله بدبل بوند مع الاكسجين وبعد كده سنجل بوند مع الهيدروجين. طب دي بكتبها ازاي؟ اي دبل بوند بحسبها بربطتين، يعني الدبل بوند دي اكنها متصله بالاكسجين مرتين، يبقى لما اجي اكتبها بين القوسين هقول انها متصله بذره هيدروجين ومتصله باكسجين واكسجين عشان الدبل بوند او. نفس الكلام لما اجي ابص على مجموعه الكيتون، هاجي ابص هلاقي ان الكربون بتاعتها متصله بايه؟ متصله باكسجين دبل بوند، يبقى هقول او واو وبعد كده متصله بكربون يبقى او او سي. وطبعا لما اجي اقارن البريورتي فوق وتحت هلاقي ان مجموعه الكيتون هي اللي اعلى في البريورتي او او سي، لكن تحت او او اتش، وطبعا السي اعلى من الاتش، يبقى رقم واحد فوق ورقم اتنين تحت. طيب تعالوا نبص على الطرف الثاني، عندي مجموعه الاسيد ومجموعه الاستر، هاجي ابص على مجموعه الاسيد اللي فوق عندي سي دبل بوند او او اتش،
هاجي ابص على مجموعه الاس اللي تحت الاقي سي دبل بوند او او سي اتش 3، اول ذره هنا هي الكربون اللي متصله بالدبل بوند، واول ذره هنا هي الكربون، فالاثنين زي بعض. يبقى هعمل زي ما عملت في الطرف الثاني، هشوف كل ذره منهم متصله بمجموعات ايه تاني معاها. هتيجي تبدا بمجموعه الاسيد اللي فوق، هتلاقي ان الكربون بتاعتها عامله سي دبل بوند او، وبعد كده متصله بمجموعه الاو اتش. يبقى اذا لما اجي ابص عليها هقول ان الكربون دي متصله بO وO اللي هي الدبل بوند او، وكمان او ثالثه اللي هي بتاعه الاو اتش، يبقى اذا متصله بثلاثه اكسجين. طيب تعالى ننزل مجموعه الاستر اللي تحت، هاجي ابص على الكربون بتاعتها هلاقيها متصله بسي دبل بوند او، يبقى معاها او واو، وكمان متصله بO ثالثه اللي هي بتاعه الاو سي اتش 3 بتاعه مجموعه الاستر. طيب في الحاله دي كده هتلاقي ان انت عندك الطرف اللي تحت والطرف اللي فوق الاول كربونه متصله بنفس المجموعات، يعني دي متصله بثلاثه او ودي متصله بثلاثه او، يبقى ساعتها ببص على اللي متصله بيه بعد كده، كل واحده من الاوهات دي معاها ايه مختلفه. فطبعا لما تيجي تبص على مجموعه الاسيد هتلاقي ان الاو بتاعتها الثالثه دي متصله بذره هيدروجين، يبقى هاجي برضه فوق الاو بتاعتها واقوم فاتح قوسين واقول في ذره هيدروجين. ولو جيت بصيت على اللي تحت اللي هي مجموعه الاستر هلاقي ان الاو الثالثه بتاعتها متصله بمجموعه ميثايل اللي هي بتاعه الاستر، يبقى افتح قوس واقول ان الاو دي متصله بالسي، وطبعا السي اعلى من الاتش، يبقى اذا البريوريتي اللي تحت هي الاعلى، يبقى هي اللي هتاخد رقم واحد واللي فوق هتاخد رقم اثنين. فهلاحظ ان المجموعتين الاعلى في البريوريتي اللي هم واخدين رقم واحد هنا وهنا الاثنين لفوق، يبقى اذا ده هيبقى الزد ايزومر. وطبعا زي ما اتفقنا بسمي مركب عادي واحط قبليه يا اما حرف الزد او حرف ال. طيب وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، هديك بس مثال تدرب نفسك عليه. المركب ده كده، عايزك تقول لي هل المركب ده اصلا ليه ايزومر ولا ملهوش، وايه نوع الايزومر فيه، هل هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال، وترسم لي الزد ايزومر والاي ايزومر، وممكن تسيبهم لي في الكومنتات وانا هجاوب لك عليه ان كان اجابتك صح ولا لا. اما لو ما عرفتش اجابه السؤال ده فان شاء الله بعد الفيديو هتلاقي فيه ستوري نازله فيها الاجابه بتاعت السؤال، تقدر تبص عليها وتتاكد من اجابته. ويا ريت برده في الكومنتات تقول لي ان كانت اجابتك صح ولا غلط. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير لزمايلك عشان الكل يستفاد، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي، والسلام عليكم.